اليوم سؤال عن اللقاح للنسوان الحوامل كتير صعب، لأنه هذا اللقاح معمول من وقت كتير قصير وما في بعد داتا على المدى الطويل. بس اللي لازم نعرفه إنه المرأة الحامل هي مرأة عندها خطر أكبر بكتير إذا لقطت الكورونا إنه يصير معها اشتراكات ومشاكل بالمستقبل. مشان هيك الخطر تبع الكورونا أكيد بالنسبة للمرأة الحامل، والفيروس واللقاح اللي هلأ عم بيستعملوه ما في أي خطر بالوقت الحاضر على المدى القصير. منشجع كل النسوان إنه يعملوا اللقاح لأنه بيقدر يحميهم من خطر أكيد. نحن عم نفكر بخطر مفترض على لقاح اليوم، لحديت هلأ ما بين أي مشاكل لا على الجنين وعلى الأم إذا عمل خلال الحمل. بالبلدان العالمية أكترية البلدان عم بيطلبوا اليوم إنه ينعمل لقاح بطريقة بريوريتير، يعني يكونوا الستات الحوامل أوائل بالنسبة للشعب العادي مشان اللقاح. مشان الستات يلي حابين يعملوا إنجاب هلأ جديد، من الأفضل إنه ينعمل اللقاح قبل ما يصير الإنجاب. عادة منحب نعمل أول جرعة وتاني جرعة، وينطر الواحد تقريبا أسبوعين بعد تاني جرعة ليتأكد إنه ما في أي اشتراكات ولا أي آثار جانبية، وخصوصا عند الستات يلي حابين يعملوا علاج كطفل أنبوب أو أي علاج مشان الإنجاب، أفضل ينعمل لقاح قبل ما ينعمل. بس إذا صار حمل خلال اللقاح ما في خطر وما في أي دراسة بتقول إنه في أي تشوه خلقي من وراء اللقاح. مشان الستات المرضعات لازم يتعاملوا مثل الستات العادي، ما في أي خطر للمرأة المرضعة إنه تاخذ اللقاح بيحميها، هي ما عندها أي خطر زيادة طلقت الكورونا، بس بذات الوقت هذا اللقاح في يحميها ويحمي ولدها، ولازم تاخده مثل أي ست بالمجتمع عادي. مشان الستات الحوامل لتتجنب إنه طلقت الكورونا أكيد لازم يكون عندهم كل الاحتياطات يلي بنعملهم عادة، يعني لازم يكون في الكمامة على طول، يستعملوا الألكول ويغسلوا إيديهم كتير، يتجنبوا التجمعات أكيد. بس أنا اللي بنصحه أكتر إنه يعملوا اللقاح، لأنه مثل ما قلنا إنه الست الحامل هي على خطر أكتر من غيرها إنه يصير معها اشتراكات ومشاكل بالحمل من خلال الكورونا. مشان هيك أنا بفضل إنه يعملوا اللقاح وياخدوا كل الاحتياطات بذات الوقت. أكيد إذا عاشروا حدا معقول يكون معه الكورونا أو لقط الكورونا لازم ينحجروا ويعملوا كل الفحوصات، ويكونوا عم ياخدوا الفيتامينات كلها اللازمة خلال الحمل ليكون مناعتهم عالية ويقدروا يحموا حالهم من هذا الفيروس. بحال إنه مرة حامل لقطت الكورونا ريسك عليها بالاشتراكات والمشاكل، لأنه هي ممكن يكون عندها مشاكل من وراء المي زيادة بجسمها والرواية وهالأشياء، بس هالفيروس ما بيأثر أبداً على الجنين، ما بيعمل أي تشوه خلقي، الخطر الوحيد هو ولادة مبكرة، وهيدي أكيد خطرة ومشان هيك لازم نتجنبها.